بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده المفروض هنكمل اللي خدناه المحاضره اللي فاتت، وكنا انتهينا عن الكونكشن بتاع الاليمنت اوف باور سيستم، وكنا بدانا بالريزيستنس. فده مثال عندي ان انا عاوز احسب الكرنت في برانش معين اللي هي في المقاومه اللي هي 3 كيلو اللي هو قيمته اي نوت. احسبها ازاي؟ فلازم اعمل سمبليفيكيشن للسيركت اللي عندي. واضح من هنا كده ان المقاومتين دول متواصلين مع بعض ان بارلل. ليه؟ لان بدايتهم واحده اهي والنهايه بتاعتهم واحده تحت، وبالتالي الاثنين دول ممكن احطهم مع بعض ان بارلل، وبالتالي الدايره تصبح بهذا الشكل. يبقى انا عندي مقاومتين اللي هم دول اللي هم الثلاثه والسته. الايكوفالنت بتاعتهم احسبها ازاي؟ احنا قلنا المره اللي فاتت 3 مع بعض اللي هم دول يبقى 2، 3 في 6 18 على 9 مجموعهم يديني 2، 2 مع ال 12 مع ال 4 دول مع بعض كلهم ان سيريز، وبالتالي هذا البرانش كله التوتال ان بارلل مع البرانش اللي هو ال 9 كيلو اوم. هتصبح السيركت بتاعتي اللي هو الشكل اللي موجود عندي دون، اصبح المقاومه دي والمقاومه دي مع بعض في الدائره كلهم ان سيريز. اقدر اقسم الفولت اللي عندي ال 12 على مجموع الاثنين، 6 زائد 6 يديني الواحد امبير. ده التوتال كرنت. طب الكرنت اللي ماشي بقى في المقاومه دي اللي احنا قلنا عليها في الاول خالص ده يساوي قد ايه؟ يبقى التوتال كرنت اللي خارج من دي بيتوزع ما بين البرانش دون والبرانش الثاني. يبقى انا عندي الكرنت اللي هيخش ناحيه الاي نوت عباره عن ماينس تلت ملي امبير، واي نوت ده يتوزع ما بين المقاومتين اللي هم دول. كرنت الاي اكس هيمشي يتوزع ما بين الثلاثه والسته، واضح ان الثلاثه اقل من السته يعني تاخد ضعف الكرنت، والكرنت التوتال كان واحد ملي، وبالتالي المقاومه الاقل هتاخد ضعف الكرنت التوتال ده. ده مثال. مثال تاني، عندي مجموعه من المقاومات متوصله سيريز وبارلل، عايز اجيب الايكوفلنت ما بين الاي وبي. قبل ما نشوف الشرح عندنا واضح قوي ان المقاومه دي مع المقاومه دي ان سيريز، اللي يطلع منهم بارلل مع المقاومه 4 كيلو اوم، التوتال بتاعهم مع المقاومه الثلاثه دي بارلل لان بدايتهم واحده ونهايتهم واحده، الايكوفلنت منهم بارلل مع الثلاثه لان برضه ان بارلل، الايكوفلنت من دول سيريز مع الخمسه، والتوتال هيبقى سيريز مع السته اللي هي دي زي ما احنا شايفين. اول سيكشن دون دي مع دي مع بعض ان سيريز، اللي يطلع منهم بارلل مع دي، بارلل مع دي، بارلل مع دي، يبقى الثلاثه دول مع بعض ان بارلل. واحنا قلنا الايكوفلنت بتاعه الريزيستنس ان بارلل 1 على ار ايكوفلنت ايكوالز ايه؟ 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2 اللي هم الثلاثه او الاربعه دول. يبقى انا كده جبت الايكوفلنت ما بين البي سيكشن اللي يخرج منهم سيريز مع الخمسه، واللي يخرج منهم هيبقى بارلل مع السته اوم. ودي القيم بتاعتهم عند السكشن اي اي، الاثنين دول مجموع مع بعض ان بارلل 4 كيلو 8 كيلو يبقى 12. عند البي كل الاربع برانشز ان بارلل مع بعض 3 كيلو، والعلامه دي معناها البارلل توازي. يبقى الثلاثه مع الثلاثه مع الاربعه مع 12 كيلو اوم بارلل، الايكوفلنت بتاعتهم يطلع 1 كيلو اوم. عند السكشن سي هيبقى اللي هو دون، يبقى مجموع كل دول بارلل مع السته فيديني 6 كيلو، مع 6 كيلو بارلل يبقى 3 كيلو. هنقول حصل قلنا الايكوفلنت بتاعتهم حصل ضربهم حصل جمعهم، يبقى 6 كيلو في 6 كيلو على 6 زائد 6 يبقى 36 على 12 يدي 3 كيلو اوم. ان شاء الله هنتابعكم بشيتات ثانيه برضه محلوله في هذا الجزء مع الجزء بتاع الاي سي ان شاء الله في المحاضره اللي جايه. شكرا.